بعد فترة من الاستقرار التي عاشتها المناطق الشمالية وعودة الحياة الطبيعية إليها، تشكيلات عسكرية وملامح مرحلة جديدة ترتسم في المنطقة. على غرار عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، تركيا ستنفذ عمليات عسكرية جديدة على الحدود الشمالية السورية. هذا ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، مشددا من خلالها على حماية السيادة التركية وأمنها وتطهير حدود بلاده مما وصفها بالمنظمات الإرهابية. إلى أهل الصابرين في مدينتنا الحبيبة منبج. تصريح الرئيس التركي تزامن مع إعادة فصائل من مدينة منبج هيكليتها، تحضيرا لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة الهدف منها استعادة المدينة وطرد وحدات حماية الشعب الكردية منها. قبل 3 أيار 2018 اجتمعت القوة الثورية والعسكرية العاملة في مدينة منبج وريفها، وتم قرار إعادة هيكلة المكتب العسكري، وتم إعلان اليوم هيكلة المكتب العسكري الجديد إن شاء الله. أمريكا الداعم الأساسي للوحدات التي تسعى تركيا للقضاء عليها، أرسلت أسلحة جديدة وذخائر متنوعة إلى مستودعات قوات سوريا الديمقراطية في تل بيدر بريف الحسكة، والتي تشكل وحدات الحماية عمودها الفقري، وذلك رغم إعلان وزير الدفاع الأمريكي سابقا جيمس ماتيس أن واشنطن ماضية نحو وقف تسليح قوات اليباجي. توعدات تركية بنقل الهجوم نحو مناطق تمركز القوات الأمريكية في منبج، وأسلحة أمريكية تصل لوحدات الحماية عدوة تركيا، كل ذلك ينذر بوقوع مواجهة بين شركاء حلف شمال الأطلسي وفق ما يراه مختصون.